قرابة العاشرة من مساء السبت دوى انفجار عند طريق الخريبي حام. تبين بعد قليل أن الانفجار استهدف نقطة حراسة لعناصر من حزب الله، وتضاربت المعلومات ما إذا كان انتحاري استهدف النقطة بسيارة مفخخة أو أن عبوة زرعت في المكان، وما إذا كان هناك من قتلى. مصادر أمنية روت للـ LBCI أن لحزب الله مركز تدريب عسكري في جرود الخريبي، وهو يقيم نقطة حراسة عند مفرق مركز التدريب تبعد عن مدخله نحو 20 متراً. كان يتواجد عند النقطة ليلاً 3 حراس. وصلت سيارة تابعة للحزب تقل 3 رجال أتوا لتبديل الحراسة. في تلك اللحظة دوى الانفجار وأصيب 6 بجروح، والمصادر نفت وقوع أي قتلى، وهي أكدت أن الانفجار ناجم عن عبوة زرعت إلى جانب الطريق تم تفجيرها لدى وصول سيارة الحزب، وهذا ما أعلنه قيادي في جبهة النصرة لوكالة الأناضول، وقال إن الهجوم الذي نفذته الجبهة ضد حاجز حزب الله مساء السبت في الخريبي ناتج عن عبوة ناسفة وليس عملية انتحارية، في وقت أظهرت الصور التي سمح للإعلام بتصويرها من موقع الانفجار بعد أقل من 24 ساعة على وقوعه، أظهرت هيكل سيارة محترق وقطع منها متناثرة. قيل إنها تعود لفولفو بيضاء اللون، وصلت إلى الحاجز وانفجرت قبالة الدشمة حيث كان عناصر الحزب، ما أدت إلى إصابتهم بجروح وتضرر السيارة التي كانت تقل 3 منهم، وأثار الدماء لا تزال على الأرض والأحذية العسكرية أمام المتراس. منطقة الخريبي هي متاخمة للحدود مع الزبداني وسرغاية السوريتين، وفيما أشارت المصادر الأمنية أن ناقلي العبوة قد دخلوا الأراضي اللبنانية من جرود الزبداني إلى الجرود اللبنانية ومنها إلى الخريبي في موقع الانفجار. تحدثت مصادر أخرى عن أن السيارة أتت من الأراضي اللبنانية ومن جهة بلدة حام.